بس لقينا سيفه في ولدك يا ابوه. ليه يا ابوي ما العملية معاك؟ ده لسه بعته قلت له حط 3 4 صدق جزاي الصاجع من عند الحاج علي، وجا قال لي ما بدش يديني حاجة. ما هو جاني دلوقتي قال لي عندك ساقع، قلت له عندي، قال لي اشرب، قلت له عجل. لا والله ما ينفعش. في فيها محكمونة. وجاني قبل كده قال لي في سكر، قلت له في سكر، قال لي ده بقى كيلو شاي. لا والله ما والله كيف الكلام ده كمان؟ جيب، قال لي فيه معسل، قلت له فيه معسل، قال لي هسه جاية. لا غلطان. وقبل كده لقيت طبق البيض حطه على البنك كسرهم بالعجل. غلطان. يا مجنون. قال لي حاج علي امي ما تمسكهم تعمل لهم كده كمان وكسرهم.